طبيعة الحال نحن تطرقنا إلى موضوع يعني فتح مجال استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، قلناها وهو مطلب يعني ماهوش تاع اليوم، هو مطلب يعود إلى سنوات قديمة. كمنظمة علينا أن ننقل بأمانة انشغالات المواطنين، ونقلنا بأمانة أنه من مطالب المواطنين أنه يتم فتح هذا المجال. نحن ندرك جيدا أن القرار لا يعود فقط إلى وزارة التجارة، هنالك قطاعات أخرى لابد من استشارتها، ونتمنى لأن الوضع الراهن نشوفوه يعني غير سوي إطلاقا، مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وعدم وفرتها يعني على الإطلاق. هنالك بعض العلامات باش تروح يعني تدي سيارة لازم تستنى حتى شهر فيفري باش تدير طلبية يعني فوق ترى عيدي سيارة تاعو. إذا لابد من بدائل، وللأسف الشديد البدائل الموجودة حاليا هو رفع الحظر عن استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات.